يعطيك العافية أخي. يا هلا. أنت من أي منطقة؟ أنا من حمص من دير علي. طيب شو رأيك بالمجزرة اللي صارت بالحولي؟ مجزرة الحولي هي ما هو مجزرة طبعاً، هي أحدى مجازر النظام اللي ارتكبها من بداية الثورة. النظام لعب على الطائفيين من بداية الثورة، ولحد الآن عم يجيش بالطائفية وعم يقول حرب على الصيانة، يعني حرب أهلية وما حرب أهلية. وهذا شيء رسمه النظام بداية الثورة. وطبعاً متفاجئ من الخبر اليوم إنه المسلحين أكثر من عناصر حفظ النظام عنده بالحولي يعني. المسلحين هن اللي فاتوا ضربوا الأهل والأهالي، واحد بيقتل أهله، شخص بيقتل أهله. طبعاً إحنا شفنا إنه مبادرة كوفي عنان، المبادرة اللي بتخدم النظام. إحنا أول بدء المبادرة وقت إطلاق النار، والمراقبين صاروا هلا عنا أكثر من شهر ما وقف إطلاق النار ولا سحبت الدبابات. ونحن حي دير العلبي لحد هلا ما زارونا المراقبين. ومبارح نتصل فيهم مشان يروحوا يتجهوا على الحولي، يقولوا نحن النظام ما سمح لنا نطلع على الحولي. معناتها انت جاي عم تطلب النظام، ما انك جاي عم. طيب شو رسالتك للمجتمع الدولي؟ ما بدنا شيء منه نحن خالص. ونحن بنطالب وقف المبادره تبعها، ما لازم تطلع خالص. نحن بنتمنى انه المجتمع الدولي ينظر للحقائق، يحكم ضميره. يحكم ضميره كل شخص ينظر للاطفال اللي عم تذبح انه اطفاله. ويرجع للواقع ولو للحظه. بغض النظر عن مصالح دولية ومصالح سياسية ومصالح دول، هون في حياة ناس، صار في عشرات الآلاف من الضحايا راحوا نتيجة مصالح ونتيجة غباء نظام عالمي بأكمله. وهي عبارة عن المبادرة العربية ومبادرة كوفي عنان، عبارة عن ضحكة مسرحية هزلية وسخيفة جدا جدا. أصبح الشعب اليوم واعي لهيك أمور ولهيك تصرفات، وهي عبارة عن تحالف دولي للأسف الشديد لتقسيم غنائم من سوريا، والضحية هو الشعب السوري. طيب أخي أنتوا كمنطقة زفارة كأهل زفارة، شو رأيكم بالمجزرة صارت بالحولي؟ والله يا أخي ما بدي أخفيك، يعني وقت شفنا المجزرة على التلفزيون فعلا يعني تأثرنا والله الليل كله ما نمناه، ونحن عم نشوف المناظر البشعة المقززة ارتكب النظام. يعني نحن يعني المجزرة اللي ارتكبوها شبيحة النظام وأزلامه، وعلى الأخير بتفاجأ بالتلفزيون يقول والله دخلت عناصر من السعين ومنطقة الرستان على الحولي، والعناصر هي أتفوق أعداد حفظ النظام. طيب معلش ما مشكلة، أنا معه بهالحكي هذا، ما زالوا ما أنا قادر يحمي المدنيين، ليش موجود أساسا بالعالم كله؟ وقت بصير مجزرة هالشكل، رئيس الدفاع بيستقيل، وزير الداخلية بيستقيل، رئيس الجمهورية بيستقيل بهيك مجازر، هو ليش حد هلا؟ من أي منطقة أنت أخي؟ من الوار. طيب أخي شو رأيك أنتم كأهل الوار بمجزرة الحولي؟ يعني تعرف العالم المجتمع كله بيعرف شو رأينا، يعني شبيحة النظام هي ارتكبت المجازر هاي، مثل كل مجزرة عم يرتكبوها أكيد بالحولي، وبكره أخي وغير الحولي بدير بعلبي، وبكره بالبياضة واللي بعده، يعني معروف هالشيء هذا. يعني عم يحكوا هلا، عم يقولوا انه والله جماعه السعن وما سعن وسوار السعن هني راحوا ارتكبوا هالمجزره. هلا واحد يحط بعاله انه من السعن بدك توصل كل هالمسافات هاي وتروح، وشويه مجموعه ما قدروا يقتلوها وعم يضرب له دبابات تروح تفرجوا جوا هالاماكن. طيب القصف على الحولي امبارح بالليل من نيكا بالضبط، عم بيقولوا انه من الكليه الهندسي بالوار. القصف اكيد من كليه الهندسه، وفي من عدة مناطق، مو من نفس المنطقه، يعني مو من محل، من ثلاث جهات الخصم، من ثلاث جهات بالإضافة لشبيحة النظام.